خاصنا اولا نوزعوا هذه المساله ديال التحرير ديال الملك بالعدل. ثاني حاجه المغرب اصلا الاقتصاد ديالو حنا دوله ما غنقولوش راه حنا السويد ولا حنا هذا، فبالتالي دوله كيعتمد الاقتصاد ديالها على واحد النسبه مئويه كبيره ديال القطاع الغير مهيكل واللي فيه الباعه الجائلين. فيه باعة جائلين، هذيك جائلين يعني ما يمكنش لهم يحتلوا الملك العمومي لأنهم جائلين كيدوروا. فبالتالي خاصنا نجيبوا واحد المقاربة اللي هي مزيانة، لأن هذا اقتصاد، هذا اقتصاد وطني. الباعة الجائلين راه كاين هنا كاين اللي كيدي 15 مليون للمارشي، غادي يقول لك واحد آخر أو 15 مليون إذا كاين الفلوس وكذا، ما كاين لا فلوس لا والو، كاين ناس عايشة بزاف عايشة في هذا الشيء. علاش؟ لسبب بسيط، ان الدوله ما وفرتش لهم سوق الشغل، ما وفر لهم والو. اذا بالتالي المواطن كيقلب على راسو بدون لا تغطيه اجتماعيه لا 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 روتريت لا حتى شي حاجه. دابا المسؤولين اللي قراب منا حنا هما عندهم تعليمات، المسؤوليه خاصها تطلع لفوق. الناس اللي كتخطط لفوق راه ماشي البائع الجائل هو اللي حابس التطور ديال المغرب. راه ملي كنجيو كنتكلموا على مدينه الدار البيضاء وكنتكلموا على المدينه الذكيه والمتروبول وهذا، راه النمو ما عمره ما كيعني بالضروره الازدهار والحريه والتجديد. النمو ملي كنقولوا وكاين الترام وكاين التي جي في وكاين المسرح الكبير وهذا، ها هي النتيجه كنشوفوها قدامنا. هاك عندنا المسرح الكبير وعندنا الترام وعندنا باركينات وعندنا البنيه التحتيه كنوضوا، هذاك النمو ما حلش المشكل، ها هو كتشوف فيه الناس باقا كتعاني. اذا خاص شي حاجه اخرى، خاص يطلعوا الكفاءات المراكز القرار. ملي كنقصيو الكفاءات كيجي لينا التدبير ديال الكساله، باش نقولوا هذا نتيجه حتميه. قصيتي كفاءه وغيطلع واحد كسول، وراه شفنا، راه شفنا شنو واقع في البرلمان. راه الناس ما قادرش تقرا ورقه مكتوبه مشكوله وما قادرش تقراها، فبالتالي هذه هي النتيجه ديال تقصي الكفاءات وتدوز باك صاحبي، وغادي يطلع واحد غيدير لنا تخطيط اللي ماشي صحيح، غيجيب لنا مقاربه امنيه، في حين ان احنا خصنا مقاربه اجتماعيه ويكونوا عندنا ناس عندهم كفاءه وعندهم افكار مبتكره اللي غتجيب حلول، ما غتجيبش الاصطدام، لان هذا الشيء كيوحي للناس اللي باغا تستثمر كيقول راه واقيلا كاين شي حاجه في البلاد ماشي هي هذيك. او واش هذا الشيء تراكسات والسلطه نازله كامله وهذا ياك لاباس، هذا ما كيشجعش الاستثمار. فبالتالي خاصنا افكار مبتكره فيها مقاربه اجتماعيه، فيها ناس اللي عندها افكار واللي قادره تجيب حلول.